عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ هيثم، إذا أنا مسافر 40 يوم ولا 60 يوم ولا 90 يوم، مسافر سياحة، ما هي تجارة ولا هي علاج ولا هي دراسة، سياحة، هل لي أقصر وأجمع وأفطر في رمضان وأحكام المسافر تنطبق علي؟ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي انتصر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن المسافر له أن يقصر الرباعية، يعني الظهر العصر العشاء، يقصر الرباعية، ولهذا دائما العلماء يقول قصر الرباعية، يقصر الرباعية حتى يرجع، إلا إذا صلى خلف إمام يتم لابد أن يصلي بصلاته، يعني يتم حتى لو أدرك معه ركعة. تمام؟ الجمع بالنسبة للنازل، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يباح له الجمع، إذا أراد يجمع يجمع، لكن الأفضل أن كل صلاة في وقتها، لكن إذا شد يعني كان في المسير يعني سائر يسن له الجمع، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما جمع تقديم أو جمع تأخير. أما الفطر في رمضان له الفطر في رمضان، لكن الأفضل والأولى بالمسافر أن يصوم في رمضان. لماذا؟ لأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني في إدراك فضيلة رمضان، والصيام مع الناس سهل ترى، ولو أنت تفطر الآن شهر والله صعب جدا، وأكثر ما نسأل عنه قبل رمضان عن النساء كان عليها 7 أيام 6 أيام، ومرت سنة كاملة وما قضت هذه الأيام، فالأولى ما لم يشق عليه أن يصوم والله أعلم. جزاك الله خير. طالت المدة وقصرت. نعم. جزاك الله.